أجندة سنتي. في الأجندة سنتي قدموا لكم أهم المواعيد الطبية والعلمية لأطبائنا التوانسة اللي تستنى فيكم في عام 2022. وكنا حكينا على تخوازيام جورني دو لا فارماكولوجي كلينيك دو مناستير سويت على دوموند دو بليزيور كوليغ، فإنه تقرر تأجيل الدات ليميت دو سوميسيون دي ريزومي دو لا ترويزيام جورني دو فارماكولوجي كلينيك دو مناستير ولندي 10 جانفي 2022. هذا فيما يخص موعدنا لليوم. ونذكركم انه ست ترويزيام جورني دو فارماكولوجي باش تكون من تنظيم كلية الطب بالمناستير نهار 18 فيفري 2022 بأحد النزل الخاصة بولاية المناستير. أكثر التفاصيل واللين دانسكريبسيون تلقاوه على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة FM إذاعة القيروان للصحة.